أولا بالنسبة لهذه المقابلة اللي تلعبت اليوم مساء اليوم بين فريق يوسفية بن رشيد وفريق نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، مقابلة كانت عادية في كل الأطوار ديالها، يعني الحكم تقريبا في كل التدخلات ديالو كان بالنسبة لي أنا كان في المستوى، إلا اللقطة المثيرة اليوم اللي صراحة كل المغاربة وكل المشاهدين تفرجوا في ضربة الجزاء اللي بصراحة انا كوجهة نظر ديالي كمدافع اول مرة كنشوف ان ضربة جزاء مهاجم كيضرب في الرجل ديال مدافع وكتعلن على ضربة جزاء. صراحة هذه ضربة جزاء بالنسبة لي انا خيالية، ما خصهاش تعلن على ضربة جزاء بالطريقة هذه اللي تعلن عليها وخد القرار السن حيح، يعني بالنسبة لي ضربة جزاء شافها غير هو، يعني كملاحظة يعني هذا كيبقى اختصاص ديال المدير ديال التحكيم، كيبقى اختصاص ديال الناس ديال التحكيم، ولكن بالخبره ديالنا والتجربه اللي ركبناها في الملاعب وحنا كنا كمدافعين وكنا كنشوفوا التدخلات والطريقه اللي كنا كنتعاملوا مع المهاجمين والطريقه اللي كانوا كيتنفذوا كيتعلنوا على ضربات جزاء، لان لا كانوا غير بهذه ضربات جزاء بهذه الطريقه كيتعلنوا على ضربات جزاء، يعني راه حتى المهاجم ما بقاش كيدير واحد ليفور كبير باش الحكم ولا يدير واحد يحاول يعني يقلب واحد ضربه جزاء اللي تكون صحيحه. اليوم حتى اللاعبين دابا غيبداو يقلبوا في هذاك الصندوق ولا في هذاك المركز الحساس على التمويهات من طرف الحكم لعل وعسى يجيب الله ضربه جزاء، لان بالنسبه لي انا ضربه جزاء اليوم اللي تعلمنا في هذه المقابله ضربه جزاء شافها غير سنين حيح، لا ماشي هو لا وجود لا شوف بالنسبه هو الفار كيتحمل المسؤوليه ديالها، لان انا نقول لك واحد 99.99% ليست ضربه جزاء، لان الرجل ديال المدافع بالطريقه اللي بغى يعني يديجاجي المدافع والطريقه اللي بغى يجي اللاعب الجزائري ديال فريق الرجاء الرياضي لاعب بوزوق باش بغى يرجع، يعني فقد التوازن ديالو، واللاعب بوزوق يعني لاعب ديال فريق الرجاء هو اللي ضرب في الرجل اليسرى ديال المدافع وخسر التوازن ديالو. عينا ما نعاود واخا تعاودها بجميع الزوايا، انا نتكلم ونعاودها بكل جميع الزوايا، كنا مدافعين، انا مدافع كنشوف البالون ديجاجيت البالون المدافع جاي من وراء ما كنشوفش فيه، انا كنشوف البالون البالون تضرب وتحط قدامي، بغيت ناخذ لابوي والرجل ديال اليسرى ما تهزاتش باش اللاعب خدا يعني خل التوازن ديال المهاجم ديال فريق الرجاء الرياضي هو اللي ضرب في الرجل ديال المدافع، والرجل ديال المدافع بقات في الارض، حتكون غير تهزات الرجل ديال المدافع غنقول لك بان المدافع تهزات رجله كاين العرقله عرقل المهاجم، اما الرجل ديال المدافع بقات في الارض والمهاجم ديال المدافع والمهاجم اللي جا هو اللي لاحظ له ضرب في المدافع، يعني بالنسبه لي انا ليست هناك ضربه جزاء، ونشوفوا القرار يعني والمديريه ديال التحكيم نشوفوا الخارجه ديالها والناس مختصين، لان كيبقى مجرد راي لواحد يعني بالتجربه ديالنا اللي راكمناها في, 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 في الملاعب الوطنيه وعلى جميع المستويات الحمد لله. الان كمدافع بالنهايه انا كمدافع وتجي تعطي ضربه جزاء يعني واحد المهاجم بهذه الطريقه، انا كيبقى فيا الحال كمدافع، لان ضربه جزاء على الاقل بغيت تعلنها خاص تكون ضربه جزاء مستحقه وتكون ضربه جزاء تستاهل تصفر بها على ضربه جزاء، هذيك بالنسبه لي بلا ما تحتاج تمشي للفار كاع، هذيك ضربه جزاء انت كنتي قريب الحكم من 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 الموقع وقريب من اللقطه، يعني كيبان لك بان المهاجم هو اللي ضرب في الجزء ديال اللاعب، بالنسبه لي انا ليست هناك ضربه جزاء.